نعم. جزاك الله خير يا شيخ. شيخ، ما حكم من يسمي المنهج السلفي بالمنهج التلفي والعياذ بالله؟ حكمه أنه هو التالف، وأنت لا تستغرب يا أخي، لا تستغرب أن يلقب أهل الخير بألقاب السوء. ألم تعلم أن الأنبياء وصفوا بأنهم سحرة ومجانين؟ قل نعم ولا لا. نعم، الصواب بلى. طيب، قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هل ضر الأنبياء هذا اللقب؟ الجواب لا، العاقبة لهم والحمد لله. لا تستغرب أن يلقب أهل السوء أهل الخير بألقاب السوء. ألم تعلم أن الذين ينكرون صفات الله عز وجل يصفون المثبتين لها بأنهم مجسمة؟ بأنهم حشوية؟ بأنهم نوابت؟ فلا يضر. نعم، لو فرض أن السلفية صار عنده مخالفة للسلف في منهجه، فهنا نقول هذا تالف، ولكن ما ننسب للمذهب، لأنه يوجد من إخواننا الذين هم على مذهب السلف، بل الذين يريدون مذهب السلف يوجد منهم من يخالف السلف في تصرفاتهم، ويسيئون إلى الإسلام وإلى أهل الإسلام أكثر مما يحسنون إليهم. وربما أن هذا القائل ربما رأى شخصا نابيا في تصرفه ومنهجه من السلفيين، فقال إن السلف والتلف، ما ندري في الواقع. لكن إن أراد السلف الحقيقة فنقول أنت التالف وليس مذهب السلف. نعم.